حقيقة تعقد الجامعة هذا الملتقى العلمي السنوي، واللي نجد فرصة لإبراز أبرز البحوث والدراسات البينية على مستوى طلبة الدراسات العليا في مختلف كليات الجامعة. حقيقة هناك عدد من الأركان في هذا الملتقى، لعل أبرز الجوانب فيه هو الإحصائيات الخاصة في البحث العلمي. البحث العلمي هو محرك تنموي، محرك أساسي، محرك فاعل في منظومة الجامعة ككل، فبالتالي كان الركن الأساسي عن أبرز الإحصاءات والنشر العلمي اللي قامت فيها مختلف كليات الجامعة ومختلف الأقسام فيها. أيضاً الركن الخاص في المراكز البحثية وأبرز الدراسات والأبحاث العلمية اللي تقوم فيها المراكز البحثية ومساهمة طلبة الدراسات العليا في إنجاز هذه الأبحاث العلمية في المراكز البحثية. أيضاً هناك مساهمة كبيرة وفاعلة ومشكورة من مختلف كليات الجامعة على مستوى طلبة الدراسات العليا في إبراز جهودهم البحثية ورسائلهم على مستوى مرحلة الماجستير والدكتوراه في ذلك. وقيمت أيضا على هامش هذا الملتقى حقيقة عدد من المحاضرات الأونلاين اللي نخدم فيها عملية النشر العلمي، سواء للطلبة على مستوى البكالوريوس أيضا وعلى مستوى الدراسات العليا، وأيضا على مستوى النشر النخبوي لأعضاء هيئة التدريس قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس. حقيقة يعني نشكر كافة الكليات وطلبتنا طلبة الدراسة العليا اللي كان حضورهم اليوم وتواجدهم وتفاعلهم شيء يثلج الصدر، وهذا المأمول والمتوقع من طلبة الدراسة العليا في جامعة الفيصل اللي ما لمسنا منهم إلا كل تميز ونجاح بذلك.